من مركز أخبار قنوات الكاسة الرياضية نحييكم. هذه نشرة الأخبار وإليكم مشاهدين أبرز العناوين. العاصمة البريطانية لندن تعيش اليوم فعاليات ثاني أيام مؤتمر ومعرض أسباير فور سبورت. منتخباتنا الوطنية للكرة الطائرة الشاطئية تبلغ دور الثمانية في آسيوية أوساكا. في النشرة أيضاً بطولة كأس الاتحاد القطري للرماية تختتم اليوم في مجمع ميادين لوسيل. أهلا بكم. تعيش العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت فعاليات ثاني أيام مؤتمر ومعرض أسباير فور سبورت التي انطلقت منذ قليل. النسخة الثامنة لهذه المنصة العالمية افتتحها أمس الجمعة سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وجمعت نخبة من القيادات وأكثر من 160 خبيرا. بكامل الإبهار انطلق حدث أسباير فور سبورت في لندن، حدث افتتحه في ستانفورد بريدج معقل تشيلسي سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، إضافة إلى السيد محمد خليفة السويدي رئيس التنفيذي لأسباير زون. واحتضن الافتتاح فضاء المعرض الذي عرف مشاركة قرابة 200 مؤسسة بينها 30 مؤسسة قطرية يتقدمها مطار حمد الدولي المشارك في المعرض للمرة الأولى. طبعا احنا المطار بدأ مجال السبونسرشيب في الرياضة من تقريبا 3 سنين، فنشوف احنا هاي دعم لمجال الرياضة بشكل عام. يعني احنا تشوف عندنا مذكرات تفاهم مع لجنة الارث، مع كاس العالم، مع نادي بايرن ميونخ، مع طبعا الدعم لبعض النوادي اللي موجودة في قطر. أما القمة العالمية لعلوم كرة القدم فقد عرفت حضور ممثلين عن 105 نواد من جميع أنحاء العالم، استمعوا إلى درس أريغو ساكي وإلى مداخلتي كيفن كيجن وبورا ميلتونوفيتش معا ومداخلة بطلنا العالمي معتز برشم. القمة كانت ملتقى النجوم من كل أنحاء العالم. منحوا هذه الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات هو جزء من مجتمع رياضي صحي. فعلا أنا أهنئ أسباير على تقديم هذه الخدمة لعالم كرة القدم. الحدث بأكمله منظم بشكل جيد ويعرف مشاركة أسماء كثيرة وخبراء في مجالات التكوين واللياقة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات. هناك أفكار كثيرة للاستفادة منها. في الأثناء وفي فضاء آخر لمنصة أسباير فور سبورت كانت تعقد قمة أسباير تك بمشاركة أبرز المؤسسات في قطر والعالم. أسباير هي القاطرة التي تقود الدراسات العالمية حول الرياضة من كل جوانبها ومن بينها الجانب الأمني، ولذلك فنحن لا نفوت مثل هذه الفرصة لمشاركتها في هذا الحدث الكبير. افتتاح حدث أسباير فور سبورت مثل رسالة واضحة لمتابعيها بأن بإمكان قطر إذا قررت أن تنجح تنظيما ومحتوى في أي مكان في العالم. اختتم اليوم الأول ولم ينتهي كل شيء. إبهار أكاديمية أسباير لعالم كرة القدم متواصل بعد افتتاح ناجح لحدث أسباير فور سبورت من ستانفورد بريدج معقل أبطال البريمير ليغا تشيلسي. الموعد يتواصل السبت مع مفاجآت كثيرة أبرز عناوينها: روي هودسون، كلود ماكيليلي، باولو سوزا، أريغو ساكي وآخرون. لأخبار قنوات الكأس، مولدي الجامعي من داخل معرض أسباير فور سبورت لندن. وللاقتراب أكثر من هذا الحدث العالمي ينضم إلينا مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية من ملعب ستانفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن موفد قنوات الكاسة مولدي الجامعي. مولدي، بعد النجاح المبهر لفعاليات اليوم الأول، ما أبرز عناوين اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض أسباير فور سبورت؟ نعم، شكرا لك يا ليس. طبعا تحياتنا إلى مشاهدينا الكرام. اليوم هو اليوم الثاني لهذه لمنصة أسباير فور سبورت، وهو في الواقع 3 أحداث مثل ما تحدثنا. هو معرض، هو قمة عالمية
وكذلك قمة أخرى تكنولوجية أسباير تيك. أبرز العناوين اليوم، سيكون هناك ستار شات مع كلود ماكيليلي وروي هودسون، وكذلك مع باولو سوزا. هناك أيضا تدخلات لأريغو ساكي وغيرها. في الأثناء المعرض يتواصل، المشاركات القطرية تتواصل، الشركات المؤسسات القطرية الكبرى حاضرة في هذا الحدث لعقد اتفاقيات لتعريف بنشاطاتها هنا. وواحد من واحدة من المؤسسات الكبرى الوليدة في قطر والتي ولدت كبيرة، ميناء حمد، وللحديث عن مشاركتها معنا السيد عبد العزيز ناصر اليافعي مدير الميناء، مدير ميناء حمد. شكرا لك على قبول الدعوة. فيما تمثل مشاركة ميناء حمد، وما أهمية المشاركة في حدث مثل هذا بالنسبة لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكرك على اللقاء هذا. طبعا مشاركتنا هنا احنا اليوم لنوصل رسالة جدا مهمة إلى محيطنا الخليجي ومحيطنا العربي وكذلك المحيط العالمي، أن دولة قطر أو ميناء حمد قادر على استيعاب البنية التحتية وواردات الدولة للبنية التحتية التي يتم من خلالها العمل البنية التحتية كاملة لدولة قطر، من ملاعب، من منشآت، من محطات سكك حديد. كل هذه إن شاء الله ميناء حمد قادر أنه يتعامل معها وقادر أنه يستوعبها إن شاء الله. هناك اتفاقيات، هناك محادثات على الأقل؟ طبعا في اتفاقيات، في لدينا اتفاقيات وفي لدينا مفاوضات مع خطوط ملاحية لتسيير رحلات مباشرة من دول العالم مباشرة إلى ميناء حمد، بعيدا عن الموانئ الوسيطة التي كانت تربط في السابق دولة قطر بموانئ العالم المختلفة. نعم، شكرا لك. طبعا ونبقى في مجال استعداد قطر لمونديال 2022 على مستوى البنية التحتية للنقل، ومن النقل البحري إلى النقل البري والمولود الجديد الذي نتشرف به جميعا وهو الريل. وللحديث عن الريل معنا مدير العلاقات العامة السيد عبد الله مولوي، هو زميل سابق في قناة الكاس، الآن هو مدير العلاقات العامة في الريل. مرحبا بك عبد الله، مشاركة الريل في هذا الحدث. نعم، طبعا احنا في البدايه اول شيء نشكركم على هذه التغطيه الغير مستغربه من قناه الكاس. احنا متواجدين هنا طبعا للتعريف عن مشاريع شركه الريل الثلاثه الرئيسيه للسوق البريطانيه، وايضا فرصه ومنصه جميله لتعريف الشركات البريطانيه على الفرص المتاحه لهم في عمل الصفقات التجاريه مع شركه الريل. طبعا من خلال المعرض هذا احنا شاهدنا اكبر مشاركه من الاجنحه من الشركات القطريه، نتكلم عن 37 جناح، نتكلم ايضا عن 300 شركه سجلت للحضور وللتواصل مع هذه الشركات، نتكلم عن 800 اجتماع صار تقريبا ما بين امس واليوم ان شاء الله راح نستكملهم. فبالتاكيد هذه الفرصه للتعريف ما تتوفر في يعني فرص ثانيه او مساحات ثانيه، ولكن هذا المعرض يختصر هذه الفرصة لنا، فبالتالي لربما تبدأ عملية التواصل مع هذه الشركات هنا من بريطانيا وأيضا تستكمل في الدوحة بإذن الله. نعم، يعني هناك بوادر اتفاقات إن شاء الله. بكل تأكيد، يعني تدري احنا عندنا مشاريع كبيرة هذه نحتاج فيها للشركات المحلية وأيضا للشركات الأجنبية، فبالتالي تعريف الشركات الأجنبية بهذه الفرص عن قرب وفي مدينتهم وفي بلادهم أكيد بشكل عام يتيح لهم الفرصة أكثر للتواصل معنا. أيضا يعني احنا لما نتكلم أيضا عن كأس العالم على المشاريع الكبيرة في قطر، ما نقدر نستبعد طبعا مشروع مترو الدوحة وأيضا مشروع ترام لوسيل، فالكثير جينا من الأسئلة أيضا للتعرف أيضا بشكل عام على مشاريعنا. طبعا جلبنا معنا نموذجين للقطارات، قطار مترو الدوحة وترام لوسيل أيضا للتعريف، لأن في ناس حتى بغض النظر عن الفرص التجارية الموجودة حابين يتعرفون أكثر على هذا الموضوع، واللي يعتبر أهم وسائل النقل الجديدة أيضا لبطولة كأس العالم واللي الجماهير راح يستفيدون منها بشكل كبير أيضا. نعم، شكرا جزيلا لك. إذن هذه كانت تغطيتنا لبداية اليوم الثاني لمعرض أسباير فور سبورت، وأيضا مثل ما ذكرنا القمة وأسباير تيك، عناوين كثيرة للختام اليوم. قبل أن أختم معكم أود أن أشير أن هذا اليوم هو ختام هذه الدورة، نعم، ولكن كذلك ختام رحلة أسباير فور سبورت إلى أوروبا بعد باريس وبرلين وأمستردام ولندن. طبعا مثل ما تابعنا مدير أسباير فور سبورت إيفان برافو كشف للكأس منذ يومين أن الدورة القادمة ستكون في الدوحة، وإلى الدوحة ننتقل. نعم مفدى قنوات الكاس إلى العاصمة البريطانية لندن ملدي الجامعي، شكرا جزيلا لك.
لمع بريق الجواد زوين ملك الشقب ريسنج مجددا وسجل فوزه الثاني هذا العام والرابع في مسيرته. زوين تألق في مضمار أسكوت البريطاني العريق بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وفاز بشوط نابتون انفستمنت مانجمنت كلاسيفايد ستيكس للفئة الثالثة. ديتوري تمكن في أول سباق يخوضه منذ فوزه بشوط جائزة قطر قوس النصر، تمكن من قيادة زوين لنيل المركز الأول. وتقدم جواد فريق الشقب بفارق عنق عن الجواد وان وورد مور، وذلك في السباق الذي امتد لميل واحد وشارك فيه 11 جوادا. تأهل منتخبنا الوطني لكرة الطائرة الشاطئية إلى دور الربع النهائي لبطولة جراند أوساكا الآسيوية المفتوحة والتي تقام في ضيافة اليابان. العنبي الأول سيلاقي غدا الأحد اليابان في دور الثمانية، في حين يواجه منتخبنا الوطني الثاني نظيره التايلاندي. العنبي الثاني بقيادة أحمد تيجان فرض نفسه نجما على منتخب السعودية الأول في دور 16 وفاز عليه بشوطين دون رد، ثم أطاح بمنتخب نيوزيلندا في الدور الثمن النهائي بشوطين دون رد، في حين فاز منتخبنا الوطني الأول بقيادة شريف يونس على منتخب نيوزيلندا الثاني ضمن مباريات المجموعة الأولى بشوطين دون مقابل، قبل أن يهزم إيران منذ قليل في دور 16 بشوطين لواحد. أنهى العالمي ناصر العطية المرحلة الأولى لرالي المغرب الصحراوية في المركز الثالث. العطية الساعي للاحتفاظ بلقبه بطلا لكأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة تراجع للمركز الثاني في الترتيب العام للرالي والذي يشكل الجولة قبل الأخيرة لهذا الحدث. هذا وعانى العطية من مشاكل فنية في الأقسام الأولى من المرحلة الأولى فوصل لنقطة المرور خامسا، لكنه نجح في تعويض الفارق والتقدم للمركز الثالث مع نهاية اليوم. على الطرف الآخر نجح الفرنسي سيباستيان لوب في تسجيل أسرع زمن في افتتاح مراحل رالي المغرب ليتصدر الترتيب العام. يسدل الستار اليوم السبت على منافسات بطولة كأس الاتحاد القطري للرماية بالبندقية والمسدس والقوس والسهم المقامة في مجمع ميادين لوسيل. اليوم قبل الأخير شهد إقامة منافسات القوس والسهم للرجال والسيدات على أن يختتم الحدث بمسابقة البندقية 10 أمتار أهداف متحركة. وعرفت منافسات القوس والسهم 70 مترا تألق إبراهيم المهندي فنال المركز الأول والميدالية الذهبية أمام علي اليزيدي صاحب الفضية، ثم أحمد العبادي الذي اكتفى بالبرونزية. وفي المسابقة ذاتها عاد المركز الأول والمعدن النفيس لدى السيدات للرامية شيا هوا في محلة مايا بدر ثانية لتوشح بالميدالية الفضية. يحل فريق ديبورتيفو كولتورال ليونيسا المملوك لأكاديمية التفوق الرياضي أسباير على فريق ريبوس ديبورتيفو ضمن مباريات الجولة الثامنة من دور الدرجات الثانية الإسبانية لكرة القدم. المباراة يستضيفها الليلة ملعب رينو دي ليون وتنقل مباشرة على قناة الكاس 3 انطلاقا من الساعة 7 مساء، حيث سيبحث فيها ليونيسا المضيف عن الفوز الرابع في الموسم. وكان الفريق قد تعادل في مباراته الأخيرة أمام ألميريا وتراجع إلى المركز الرابع عشر بتسع نقاط، لكنه سيكون في اختبار قوي أمام ريبوس ديبورتيفو الذي يحتل المركز الحادي عشر بعشر نقاط والفائز بمباراتين وتعادل في أربع ولم يخسر إلا مباراة واحدة. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد قليل. منتخب تونس يحل اليوم ضيفا على غينيا ويحلم بتحقيق الصعود إلى مونديال روسيا.
تستعد المنتخبات العربية لخوض مواجهات حاسمة في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2018، ويعد المنتخب التونسي من بين أبرز المنتخبات المرشحة لنيل بطاقة الترشح إلى مونديال روسيا. في المجموعة الثالثة يبقى الصراع محتدما بين المنتخبين المغربي والإيفوارية إلى غاية الأنفاس الأخيرة. من جهة أخرى وضمن المجموعة الخامسة ينطلق المنتخب المصري بحظوظ كبيرة لحسم تأشيرة التأهل. قبل مواجهة غينيا شدد المدرب نبيل معلول على أن المنتخب التونسي جاهز لتحقيق الفوز وضمان التأهل إلى المونديال. معلول أكد أن منتخب بلاده مكتمل العدد وأن مباراة اليوم تاريخية ولا تحتمل أقل الأخطاء. سباق التأهل إلى نهاية كأس العالم 2018 يدخل منعطفا حاسما، والمجموعة الأولى قد تكشف ملامح أول المتأهلين عن القارة الإفريقية. المنتخب التونسي يدخل غمار الجولة الخامسة من التصفيات في ثوب المرشح الأبرز لبلوغ المونديال الروسي، بعد مشوار جيد في التصفيات حصد فيه 10 نقاط وضعته في أعلى هرم المجموعة، متقدما ب3 نقاط على منتخب كونغو الديمقراطية صاحب الصف الثاني. ويحتاج نصور قرطاج إلى انتصار وحيد في إحدى المباراتين المتبقيتين من أجل ضمان الترشح إلى الحدث الكروي العالمي الصيف المقبل. غير أن الرحلة باتجاه غرب القارة الإفريقية ليست بالأمر الهين، لأن تشكيلة المدرب نبيل معلول ستصطدم بالمنتخب الغيني الذي ابتعد عن طريق التأهل، لكنه ومع ذلك يرغب في وقف زحف منتخب تونس ومصالحة جماهيره. مقابل صعيبة السنة فينا في غينيا، إن شاء الله نكونوا مركزين باش نحسموا الأمور نتاعنا، ما نستناوش المقابلة الأخيرة. العقول تترقب ما يحدث في كوناكري، والعيون تتابع المواجهة التي تجمع المنتخب الليبي بضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية على ملعب مصطفى بن جنات في المنستير. هكذا ستعيش الجماهير التونسية أحداث هذه الجولة المصيرية. المباراة لها أهمية قصوى لمنتخب الكونغو الديمقراطية الذي يبقى متمسكا بأمل الصعود إلى المونديال حتى الرمق الأخير، عكس المنتخب الليبي الموجود في وضعية حرجة. مباراة معناها أكثر أهمية، لأن تحسين التصنيف للمنتخب الوطني الليبي اللي بدأ يتحسن التصنيف متاعه وتكون خير استعداد لمنتخبنا لكأس الشام بإذن الله. مسافة قصيرة باتت تفصل منتخب تونس عن كسب بطاقة المشاركة في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه واستعادة الزمن الجميل للكرة التونسية. لأخبار قنوة الكأس، سمير بوخليفة، الدوحة. من جهة أخرى أصبح المنتخب المغربي على بعد 4 نقاط عن التأهل إلى المونديال بعد تعادل كوت ديفوار متصدر المجموعة الثالثة أمس الجمعة مع مالي. وضعية المنتخب المغربي تضعه اليوم أمام خيار وحيد، وهو الفوز حين يستضيف نظيره الجابونية في ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء للاقتراب من التأهل. ويعتمد المدرب الفرنسي أرفي رونار على تشكيلة من الشباب، بالإضافة إلى خبرة بعض العناصر بقيادة مدافع يوفنتوس الإيطالي مهدي بن عطية. تجدر الإشارة إلى أن منتخب المغرب يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط وبفارق 2 نقطة عن منتخب كوت ديفوار المتصدر. يجب أن نواصل طريقنا بثبات، ويجب أن نكون فعالين، فالمباراة مهمة بالنسبة للفريقين، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا. أتمنى أن تدعمنا الجماهير في هذا اللقاء المهم. النشرة مستمرة من مركز أخبار قنوات الكاس وفي أبرز عناوينها بعد هذا الفاصل. مدينة نابل التونسية تستضيف مونديال كرة القدم المصغرة، وصاحب الأرض يستهل المشوار بفوز على البرتغال. أهلا بكم من جديد.
استهل المنتخب التونسي مونديال كرة القدم المصغرة بفوز مستحق على نظيره البرتغالي بثلاثة أهداف لهدفين. منافسات كأس العالم لكرة القدم المصغرة افتتحت أمس الجمعة في ضيافة مدينة نابل التونسية، والتي تستمر حتى 15 من أكتوبر الحالي بمشاركة 24 منتخباً. بحضور 24 دولة من مختلف قارات العالم، احتضنت مدينة نابل التونسية منافسات كأس العالم لكرة القدم المصغرة في نسختها الثانية، التي انطلقت بحفل افتتاح متنوع الفقرات أعلنت خلاله وزيرة الشباب والرياضة التونسية عن بداية الدورة رسميا. في 14 شهر نجمنا اليوم نحتضنوا كأس العالم، هذا أكيد يحسب للمجهود لرئيس الجامعة، زاد للمجهود للجمعيات اللي خدمت، جمعيات خاصة للمجهات الداخلية، هذا نحب نأكد عليه. القارات الكل يعني معمرين التوقيت نتاعهم على توقيت تونس، مشاهد تونس والبرتغال، تعرف الرياضة جديدة صحيح، لكن الحقيقة قاعد تخوى في صدى كبير ياسر على المستوى الدولي. اليوم الجامعة الدولية عندها 30 مليون مجاز، مش شوية، وقاعد يكبر العدد. اليوم تشوف الاخصائيين من كل انحاء العالم قاعدين يجيوا لتونس، حتى من السياسيين كذلك قاعدين الوزراء حاضرين في تونس. هذا حدث الحقيقه لازم نستغلوا احسن استغلال للترويج لصوره تونس. وانطلقت هذه الدوره بمباراه استعراضيه وديه دارت بين منتخب نجوم كره القدم الافريقيه السابقين ونجوم قدام المنتخب التونسي، الذين شاركوا في الاحتفال بهذا الحدث الرياضي التاريخي. تتم دعوتي لأول مرة لمثل هذا الحدث الرياضي الهام، وأرى أن التنظيم جيد جدا رغم بعض النقائص، والبداية طيبة في اعتقادي. احنا كملاعبية يعني قدامى يشرفنا نكون يعني نساهموا ولو بحضور مقابلة، يعني باش نعطيه فكرة على تونس وعلى أجواء تونس، وباش نحاولوا نساهموا في إنجاح هذه الدورة. وجمعت المباراة الافتتاحية منتخب البلد المنظم تونس بنظيره البرتغالي، وانتهت بفوز أصحاب الأرض والجمهور بثلاثة أهداف لقاء هدفين، وهي بداية جد إيجابية في انتظار التأكيد في باقي منافسات هذه الدورة. ياسين بورقيبة لقنوات الكأس الرياضية تونس. في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، حجز منتخب إسبانيا بطاقة التأهل عقب فوزه على نظيره الألباني بثلاثية نظيفة. وبهذا الفوز تصدر المنتخب الإسباني مجموعته برصيد 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل واحد، وبفارق 5 نقاط أمام إيطاليا صاحبة المركز الثاني في المجموعة ذاتها. وأصبح بذلك المنتخب العاشر الذي يتأهل عبر التصفيات، والحادي عشر الذي يضمن مقعده في النهائيات، نظرا لتأهل المنتخب الروسي المضيف دون خوض التصفيات، كما أنه بات رابع المتأهلين من التصفيات الأوروبية بعد منتخبات بلجيكا وإنجلترا وألمانيا. وقبل استكمال الأخبار العالمية، نتوقف عند أهم محاور برنامج جرايد الذي يأتيكم مباشرة بعد النشرة رفقة الزميلة منال سلمي. شكرا لك يا أليس، أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم. عديد الأخبار تصدرت كبرى الصحف القطرية العربية والعالمية، من أبرزها في الوطن القطري قطر تتألق وتفوز في معقل البلوز، أما المنتخب المغربي كتبت هل يرفض الأسود الهدية في سان بريطانيا اليونايتد، وأرسنال يطاردان فتى سانتوس. تفاصيل هذه الأخبار وأخرى مشاهدينا تأتيكم بعد قليل. الكلمة إليك يا أليس. شكرا منال. حقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فوزا ساحقا برباعية نظيفة أمام منتخب بنما في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات الدور النهائي بتصفيات اتحاد الكونكاكاف المؤهلة لمونديال روسيا 2018. وبذلك يرفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى 12 نقطة متقدما للمركز الثالث بجدول الترتيب، فيما تراجعت بنما للمركز الرابع برصيد 10 نقاط. أبناء العم سام حسموا المباراة في شوطها الأول بعد تسجيلهم 3 أهداف، ليتعزز فوزهم في الشوط الثاني من خلال هدف رابع سجله بوبي وود.
هذا وقد انتزع المنتخب المكسيكي بطاقة التأهل الأولى عن اتحاد الكونكاكاف بانتظار صاحبي المركز الثاني والثالث بعد انتهاء الجولة العاشرة من التصفيات، بينما يخوض صاحب المركز الرابع دورا فاصلا على بطاقة تأهل أخرى مع الفائز من الملحق الآسيوية. وقبل الختام مشاهدينا هذا تذكير لأبرز العناوين. العاصمة البريطانية لندن تعيش اليوم فعاليات ثاني أيام مؤتمر ومعرض Aspire for Sport. منتخباتنا الوطنية للكرة الطائرة الشاطئية تبلغ دور الثمانية في آسيوية أوساكا. بطولة كأس الاتحاد القطري للرماية تختتم اليوم في مجمع ميادين لوسيل. مدينة نابل التونسية تستضيف مونديال كرة القدم المصغرة، وصاحب الأرض يستاهل المشوار بفوز على البرتغال. ختام النشرة مشاهدينا قدمناها لكم من مركز أخبار قنوات الكاسة في قطر، شكرا لحسن المتابعة، بأمان الله.